نبلش هسه بالماكرولايد والكيتولايد. الماكرولايد، الماكرولايد اللي هي تتضمن الاثرومايسين والكلاروثرومايسين والازيثرومايسين. اوكي، عندك الماكرولايد والكيتولايد. الماكرولايد بها ثلاثه: الاثرومايسين، الكلاروثرومايسين، والازيثرومايسين. وعندك الكيتولايد اللي هو التلثرومايسين. الكيتولايد and macrolide have similar antimicrobial coverage. similar and الشغل مالته يعني متشابه. زين. however الكيتولايد are active against the many macrolide resistant gram positive strain. الجرام بوزيتيف سترين اللي تكون مقاومة للماكرولايد تقدر تنطيها كيتولايد، يعني تكون يعني تشتغل. اوكي، يعني هاي البكتيريا جرام بوزيتيف، يعني جرام بوزيتيف اي قول اي مو بصدد يعني مثلا، فانه اذا كانت مقاومه للماكرولايد من يكون فعال لها؟ يفعال لها الكيتولايد. اوكي، فيقول لك هنا اكتف اجينست ذا ماني، هو مو يعني مو 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 كلهن، ماني هواي من الماكرولايد ريزيستنت جرام بوزيتيف سترين. ميكانيزم اوف اكشن، ميكانيزم اوف اكشن يقول لك الماكرولايد بايند ريفرسيبلي، ريفرسيبلي عفوا ريفرسيبل ريفرسيبلي تو ذا 50 اسب يونت of the bacterial ribosome, thus inhibiting the translocation step of the protein synthesis. شنو معنى يثبط لك الترانسلوكيشن؟ مثلا اذا هو كان هنا مثلا نقول هذا مالته اجى ارتبط به حتى يكون امينو اسيد لازم ينتقل لهنا حتى يرتبط بالثاني، وهاي فهاي العمليه الترانسلوكيشن الانتقال الترانسلوكيشن يغير الموقع مالته، حتى مثلا يكبر يطول الامينو اسيد وهاي حتى يصير بروتين بضمن البروتين سينثيسيس، فهذا يمنعها يمنع لك ترانسلوكيشن. اوكي، يمنع لك ترانسلوكيشن ستيب اوف ذا بروتين سينثيسيس. وايضا انه لا 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 لا. ايضا انه انترفير ويا من ويا الاذر ستيب اللي هي ترانسبيبتيديشن، يعني عمليه الاضافه ترانسبيبتيديشن اضيف مال امينو اسيد اربطهم ببتايد وذن سوالف، انه امينو اسيد امينو اسيد امينو اسيد حتى تكون سلسله من الامينو اسيد حتى يكون بروتين، وهذا ايضا يقطعها يمنعها. اوكي، يتداخل وياها ممكن يعني مو مو يعني مي 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 هو قال لك مي مي انترفير مي انترفير وذا ذا ستيب سوتش از الترانسبتيج. جنرال كونسايدر بكتيريا استاتيك ذي ممكن يكون ميبي، هذا لازم يعني ممكن يكون maybe بكتيريا سادر at higher doses ويشتغل كبكتيريا سادك، ولكن ممكن يشتغل كبكتيريا سايدل at higher doses، هو يكون بكتيريا سادك ممكن بالجرعات العالية يشتغل كبكتيريا سايدل. الانتي مايكرو انتي مايكروبيال سبيكترام، الاثرومايسين الاثرومايسين انه ذا دراج افكتيف اجينست ذا ماني اوف ذم اوف ذا سيم اورجانيزم از ذا بنسلين جي، يعني يعني يشتغل ضد شو اسمه ضد الاورجانيزم اللي كان يشتغل عليها البنسلين جي، وبالتالي ذيرفور ات يوز ان ذا بيشنت هو از الرجي، واللي عنده الرجي من البنسلين تقدر تنطيه هذا الدواء اللي هو الاثرومايسين. بل كذا موجود هذا المخطط، فانه كان الاثرومايسين يشتغل على 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 يشتغل على 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 many of the of the of the same organism اللي يشتغل عليها اللي يشتغل عليها منو يشتغل عليها اللي يشتغل عليها ال ال شو اسمه ال البنسلين جي. فهو بقى لك هنا هسه هذا يوضح لك انه الماكرولايت كلها شملها هنا ماكرولايت كلها
جرام بوزيتيف ستافيلوكوكس اي ستاف ستريبتوكوكس ستريبتوكوكس باينجينز ستريبتوكوكس نيموني كورا بكتيريا دفتريا مونوكسيلا كاتهرالس كجرام نيسيريا جونوريا اوكي وايضا جرام نيجاتيف. فانه نقول مثلا ستريبتوكوكس ستافيلوكوكس ارياس عنده ريزيستنت مو ريزيستنت عفوا عنده مثلا حساسيه من البنسلين شخص اوكي عنده أليرجي للبنسلين فتقدر تنطي هذا زين. هسه نجي نجي للكلارثرمايسين هو الثاني واحد الكلارثرمايسين سيميلر سبيكترام المن اوف ذا انتي بكتيريال اكتيفيتي تو ذا الليترومايسين بات but it is act also effective against the Haemophilus influenza. أيضا هو همين يشتغل كان يشتغل يعني similar للإثروميسين ولكن إنهم همين يشتغل ضد الهيموفيلس إنفلاونزا. it activity against the intracellular pathogen and activity ضد الانتراسيلر pathogen مثل الكلاميديلا اللوجينيلا الموركسيلا يوروبلازم سبيشيز عند هيلوباكتر باليري higher than the تكون أعلى من الـ من الـ 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 higher than the إريثروميسين okay الكلارثرمايسين يقول لك انه عنده اكتيفيتي ضد من ضد الانتراسيلولار باثوجينز الكلاميديلا اللوجينيلا الماركسيلا اليوروبلازما سبيشيز عند الليكوباكتر بالاري از هاير ذان ذات ان ذا إريثروميسين زين. نيجي على الازيثروميسين أزيثروميسين انتشر وايد وقت كورونا اوكي ليش انه انتشر لانه كان انه يشتغل ضد الريسبيراتوري انفكشن عبارهم يفيد وهاي فقامت عالم تاخذ بيه اي فالازيثروميسين less active against the streptococcus and staphylococcus than الازيثروميسين الاكتيفيتي مالته الاكتيفيتي مالته ضد ال ضد الستافيلوكوكال والستريبتوكوكال اقل مقارنه بمن بالاثرومايسين ات فار مور افكتيف اجينست ذا يعني هوايه يعني اكثر نشاط ضد الريسبيراتوري انفكشن ديو تو هيموفيلس انفلونزا اند ماركسيلا كاتهالس ات ناو بريفير ثيرابي فور ذا يوريثرايتس caused by the chlamydia trachomatis okay انه يستخدم ضد الثيرابي او التهاب الاحليل يوريثرايتس اللي سببها chlamydia trachomatis it has activity against the mycobacterium avium intracellular complex in the patient with AIDS and dismented infection ايضا انهم هذا انه هذا الاجينست يشتغل يعني هذا يعني مثل مايكوبكتيريا هذا يعني يشبه التيبي تقريبا اوكي من هو هذا المايكوبكتيريا فينام انتراسيلولار كومبلكس هذا تقريبا يشبه التيبي بالمرضى اللي عندهم ايدز اوكي ان ذا بيشنت وذ ايدز اند ديسمنت انفكشن فهذا امين عنده اكتيفيتي ضده من هو الازيثروميسين is the, يعني الازيثروميسين activity against the mycobacterium avium intracellular complex هذا يعني المايكوبكتيريا يعني من عادة ما يعني مايكوبكتيريا يعني مشابه تقريبا للتيبي توبركلوسيس مايكوبكتيريا توبركلوسيس وهذا هم المايكوبكتيريا فانه اكتب against the mycobacterium avium intracellular complex in the patient with AIDS and dismented infection. زين أزيثروميسين بريكوشن يقول لك in the US the US Food and Drug Administration منظمة الصحة والغذاء الأمريكية announced it is warning أعلن التحذير to the public that the azithromycin may cause fatal arrhythmia
ممكن راح يسبب لك عدم انتظام ضربات القلب المميت، والعانة الكورونا تبلع بيه. اوكي، منظمة الصحة والغذاء الامريكية قالوا انه هذا ممكن الازيثروميسين ممكن يسبب لك فيتال اريثميا. التليثروميسين هو انه الثالث من عالة الماكرولايت. التليثروميسين سيميلر التليثروميسين من شو اسمه، العفو، من جماعة الكيتولايت، هو من جماعة الكيتولايت. similar antibacterial spectrum to that of the azithromycin. Moreover, the structural modification within the ketolides neutralized the most common resistant mechanism. انه structural modification structural modification within the ketolides، يعني التعديلات اللي سووها العلماء على الكيتولايز بس ستراكشر مالته، نيوتراليز ذا موست كومن ريزيستنت ميكانيزم، تغلبت على 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 على, على الريزيستنت ميكانيزم الشائع، انه عن طريق انزيم ميثيليز ميدييتد، او عن طريق الافلكس ميدييتد. عن طريق الميثيليز احنا مو قلنا انه الريزيستنت ميكانيزم تصير عن طريق يا اما انزيم او عن طريق افلكس بامب، او عن طريق انه الليميت اوف ذا بنتريشن، قليل البنتريشن مالته. اوكي، فهذا انه يتغلب على الريزيستنت ميكانيزم، الكامر ريزيستنت ميكانيزم، انه ميثيليز ميدييتد او افلكس ميدييتد، that make the macrolides ineffective. احنا مساعش قلنا مساعة ننطيه للإصابة للبكتيريا المقاومة للماكرولايت، قلنا هواي، يعني many مصطلح many هواي من الجسم. خلنا نرجع له، وينهم هذا، وينهم الكيتولايت effective against many macrolides resistant to gram positive citrine. قلنا هواي من الجرام بوزيتيف سترين اللي تكون مقاومه المن للماكرولايدز ينفع وياها الكيتولايدز. ليش؟ لانه قدر على انه يجابه ريزيستنت الميكانيزم اللي سوتها البكتيريا ويقتلها. فيقول لك نانا نيترلايز ذا كمان ريزيستنت ميكانيزم، سواء ميثيليز ميدييتد او افلكس ميدييتد، ذات اللي خلت الماكرولايدز عديم الفائده. زين، الفارماكوكاينتكس، الفود انترفير وذ ذا ابزوربشن اوف ذا اريثروميسين اند ازيثروميسين. الاكل يتداخل ويؤثر على الابزوربشن مال الاريثروميسين والازيثروميسين، لكنه يزود الابزوربشن مال الكلاريثروميسين. اوكي، يزود الابزوربشن مال الكلاريثروميسين. إثروميسين ديفيوز انتو ذا بروستاتيك فلويد، انه الإثروميسين يعني طب للبروستاتيك فلويد. ات هاز ان ايكو كاركترستيك بروستاتيك فلويد، يعني بروستيت بروستاتيك فلويد. اوكي، اند ات هاز ان ايكو كاركترستيك اوف ذا اكيوميليتنج ان ذا ماكروفاج، ان صفه مميزه انه يتجمع خلال الماكروفاج، اكيوميليتنج ان ذا ماكروفاج. Azithromycin is concentrated in the neutrophil macrophage and the fibroblast. And قلنا الإثروميسين يطب خلال prostatic fluid، وأيضا إنه accumulating in the صفة مميزة in the macrophage، accumulate in the macrophage. وعندك الأزيثروميسين إنه concentrated in the treatment انه يتركز ايضا بالنيتروفيل والماكروفاج والفايبروبلاست. اوكي، زين، الادفيرس افكت مالته انه الاثروميسين
أعتقد هذا السطر مكرر من فوق، هذا إنه food interfere with the absorption of the erythromycin and the azithromycin. ساعة قالة but increase that clarithromycin. الساعة هذا فإنه الإيثروميسين يسبب إبيغاستريك ديستريس، أوكي؟ إبيغاستريك ديستريس. اضطرابات بال 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 بالأمعاء وبالمعدة وذا، أوكي؟ وعندك كوليستاتس جوندس، وعندك أوتو توكسيسيتي. سمية على الأذن. Clarithromycin and azithromycin seem to better tolerated by the patient. يعني الكلاريثروميسين والازيثروميسين يعني يتعود عليه المريض، يعني سايد افكت مالتن اقل، اوكي؟ لانه هذا السايد افكت عالي على الازيثروميسين، كون يعني الاوتوتوكسيسيتي او الكوليستاتيك جونديس او الابيغاستريك ديستريس. فيقول لك انه بات لكن يعني يقول لك انه كلاريثروميسين والازيثروميسين يعني المريض يقدر يتعود عليهم، يعني اقل سايد افكت. بات يقول لك جاسترو انتستينال بروبلم ار ذير ذا موست كومن سايد، هي تكون الموست كومن سايد افكت هي من الجاسترو انتستينال، يعني مشاكل مع الجاسترو انتستينال، يعني مثلا انتفاخ على مثلا على غثيان على ذن سوالف، ممكن يعني يصير كسايد افكت، اوكي؟ ممكن يعني اشعاع. انتراكشن اثرومايسين تريثرومايسين كلاريثرومايسين انهبيت ذا هيباتيك ميتابوليزم اوف ذا نمبر اوف ذا دراج. الاثرومايسين والتريثرومايسين والكلاريثرومايسين، اوكي؟ اثرومايسين كلاريثرومايسين تريثرومايسين يثبط عن inhibit the hepatic metabolism of the number، يثبط لك إنه الميتابوليزم مال إيش كم نوع من الأدوية، إيش كي عين الأدوية؟ ثيوفلين، الكاربي ميسابين، أتروفاستاتين، سيموفاستاتين، الوارفارين، وبالتالي انه كان lead to the toxic accumulation of this compound. اوكي؟ انه هذه انه ثبط الميتابوليزم مالته، وبالتالي راح تبقى تتراكم تتراكم تتراكم، وبالتالي راح تعطيك توكسيك افكت لهذه الادويه، راح تسبب لك سميه. No interaction have been reported to the azithromycin. يعني ايش قلنا؟ قلنا erythromycin تريثروميسين كلاريثروميسين، هنا أربعة، ثلاثة ماكرولايتز وواحد كيتولايتز. عندك التريثروميسين من جماعة الكيتولايتز، بقين ثلاثة، إيثروميسين والكلاريثروميسين من الماكرولايتز. هذين الثلاثة إنه يثبط عن الهيباتيك إنزيم ما الهيباتيك ميتابوليزم مال من مالش كم نوع من الأدوية، إنه الوارفارين والكاربيزابين والتروفاستاتين والميفاستاتين والتلافين، بس يعني ما شافوا انه ما شافوا انتراكشن بالازيثروميسين. نو انتراكشن هاف بي ريبورتد ان ذا ازيثروميسين.